ولمزيد معنا من اسطنبول الباحث السياسي السوري صالح فاضل، اهلا ومرحبا بك استاذ صالح. بدايه، ما السبب برايكم لتوقيت النظام باعلان سجلات المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب؟ لماذا هذا الوقت بالذات؟ باعتبار بان المفاوضات السياسيه على الابواب، المفاوضات السياسيه المصريه في قضيه السلال الاربعه التي يقترح المفاوضون المفاوضي المعارضه السوريه ان لا تكون منفكه عن بعضها، فهناك ملف خاص اسمه ملف المعتقلين. هذا الملف يجب حله، وهذا الحل يبدو ان اسوأ الحلول التي يقدر النظام او اقلها خطرا أن يبلغ الأهالي عبر وثائق مزورة وإجبار الأطباء الشرعيين وغير ذلك على أن فلان مات بمرض القلب وفلان بالسرطان وفلان بالسكري. عملية هذا الملف عملية تزوير واسعة النطاق لأجل طمس معالم الجريمة الحقيقية التي نعتبرها محرقة لسجناء الرأي في سوريا. طيب، واشنطن دانت جرائم تعذيب وقتل السجناء والمعتقلين في سوريا، برأيكم يعني هل تكفي هذه الإدانة لإيقاف ما يجري داخل معتقلات النظام؟ الجرائم الكبرى التي حصلت في سوريا يحاول النظام الدولي ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ستر عورتهم المشؤومة بسبب هذا السكوت الطويل على جرائم النظام. ليس جرائم السجون، ربما جرائم التي حصلت بالسجون هي جرائم غير معلنة وتوثيقها صعب، مع ذلك هناك توثيقات لعشرات ألوف من السجناء، لكن أين إداناتهم؟ أين تصرفاتهم الحقيقية بمقتل مئات الألوف علنا وعلى وجه الأرض بالبراميل، القنابل العمياء وغيرها، الاعتقالات، السحل بالشوارع، الذبح بالسكاكين؟ أين النظام الدولي؟ حقيقة كل فترة تطالعنا الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذه الإدانات وغيرها من دول المنظومة الدولية، وهي حقيقة إدانات كاذبة ليس لها أي تأثير على الصعيد العملي. الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت عن 647 حالة اعتقال خلال شهر تموز الماضي، إذن أين الحديث عن مصالحات بظل استمرار هذه الممارسات من قبل النظام؟ وأين دور المنظمات الدولية أيضا؟ مجنون من يعتقد أن هذا النظام في أي إمكانية التعامل معه أو الصلح أو حتى المشاركة بالحكم. هذا النظام نظام إجرامي من بدايته إلى من بداية تأسيس هذا النظام عام 1963 بما يسمى بثورة آذار، وحتى استلام الأسد المجرم عام 1970 بالحركة ما تسمى بالحركة التصحيحية مرورا ببشار الأسد. هذا النظام معروف عنه أنه لا يرعى أي اتفاقات لا على الصعيد العربي ولا على الصعيد المحلي. نعم، يرعى هذه الاتفاقات على الصعيد الدولي لأنه ذنب للولايات المتحدة الأمريكية. ولو قرأنا مايلز كوبلاند وغيره باللعبة الأمم التي أصدرتها CIA هذا الكتاب المعروف، نجد أن هذا النظام هو نظام أمريكي بامتياز، وهذا سر المحافظة عليه حتى الآن رغم كل جرائم حقوق الإنسان والجرائم التي تخجل الإنسانية من ذكرها. بشار الأسد وقبله المقبور كلهم نظام، هم جزء من منظومة الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على منطقة الشرق الأوسط. سيد صالح فاضل الباحث السياسي السوري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.